معك دكتور رياض الصيداوي، كيف تنظر لزيارة محمود عباس للجزائر وما أعلن خلال الزيارة من قرارات؟ أعتقد أنه في شيء تقريبا تقليدي، لأني أنا تقريبا عندي مشكلة يعني نوعا ما مع إشكالية موضوعكم التي طرحت، وهو استخدام القضية الفلسطينية في الصراعات الإقليمية. صحيح في المشرق العربي تم استخدام القضية الفلسطينية بشكل كبير جدا في الصراعات العربية، هذا معروف في المشرق العربي، لكن في المغرب العربي على مستوى الجماهير الشعبي كنا ندعم القضية الفلسطينية، حتى على مستوى الرسمي الجزائر تدعم القضية الفلسطينية منذ يعني استقلالها، حتى منذ الثورة. على سبيل المثال في 15 نوفمبر 1988 أعلن الزعيم الراحل ياسر عرفات استقلال فلسطين وإنشاء دولة فلسطين من الجزائر، ونعرف حتى أيامات الكفاح المسلح كانت فصائل فلسطينية تتدرب عسكريا في الجزائر. إذا ثم نوع من التواصل وليس نوع من القطيعة، ودليل ذلك أيضا زيارته إلى تونس، ففي هذا الإطار تكمن هذه الزيارة. صحيح ثم لا يمكن أن نتحدث عن المغرب بعد توقيع اتفاقية أمنية عسكرية مع الكيان الصهيوني، ومحمود عباس بالطريقة هذه وحينما لا يزور المغرب يعلن عن غضبه، وقال في الواقع في أكثر من مرة يا جماعة لا تهرولون، يا جماعة تعالوا نسقوا على الأقل معنا حتى نستخدم ورقات ضغط مع الكيان عندما نقوم بعملية تطبيع. أنا أذكر مثلا ما قاله وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد حينما قال يعني أخذنا تعهد أن نذاكر من إسرائيل بأنها ستوقف بناء المستوطنات، فالتطبيع يقابله إيقاف بناء المستوطنات، لكن المستوطنات زاد عددها والاستيطان يتزايد. إذا هذا الكيان خدع الدول التي طبعت معه، فعليها أن تنتبه إلى ذلك، وبخاصة تنتبه إلى شعوبها وتستمع إلى شعوبها. نعم أستاذ طارق تلاتي، كيف تنظر أنت لاستثناء المغرب من جولة عباس في المنطقة؟